الالتفاف على الشرعية وعدم الاعتراف بالصناديق الانتخابية سمة حزب العدالة والتنمية ورئيسه رجب طيب أردوغان لتعويض انهيار شعبيته ووضع حد لتفوق خصومه الذين سحقوه بخسائر تاريخية في الانتخابات البلدية، ليبدأ في اللجوء إلى حيلة جديدة يعول فيها على الطعون في نتائج انتخابات بلدية اسطنبول في محاولة لتأجيل نصر حسمته هيئة الانتخابات مرتين لصالح أكرم إمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري. عرقلة أردوغان لتنصيب أوغلو رئيسا لبلدية اسطنبول لم تفلح، فالضربة جاءت استباقية من المعارضة التركية. فبعد 16 يوما من الطعون وإعادة فرز الأصوات، أعلن حزب الشعب الجمهوري أنه بانتهاء جميع عمليات إعادة الفرز في كل أنحاء المدينة سيبدأ مرشحه الفائز العمل كرئيس للبلدية حتى لو لم يمنحه المجلس الأعلى للانتخابات تفويضا رسميا، في خطوة تلجم محاولات حزب العدالة والتنمية بالضغط على المسؤولين لإصدار قرارات مخالفة لشرعية الصناديق الانتخابية والقانون. أردوغان يرفض الاعتراف بخسارته في المدينة التي شهدت بزوغ نجمه في عالم السياسة، وتذكره بأوهام الخلافة ونجومية السلاطين الذين يأمل بأن يصير واحدا منهم، افتعال المعارك وتأجيج الصراعات في كل صوب.